حياكم الله معنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين في المباراة الثالثة اليوم بين فريق فتيك تيم وبرضو فريق فوكس جيمينج. يعني فوكس جيمينج ما شاء الله عليهم هم المرشحين بالفوز، بس أنا متأكد إن فريق فتيك راح يفاجئونا إن شاء الله بكمبوزيشن كويس بمهارات كويسة. فخلونا ناخذ نظرة سريعة على راستر الفريق ونشوف مين اللي بيكون متواجد معهم. أكثر أحد بنركز عليه بيكون سينجل إن جنجل صراحة، لأنه ميراي من فريق فوكس جيمينج هو اللي دائما كان متميز، لكن البيكات اللي شفناها منهم في مباراتهم الأولى في البث المباشر كانوا ماخذين في الاي دي سي سميرو، في السبورت تريش، في الجنجل ماخذين هيكرم، وفي الميدلين ماخذين إيكو، والتوب لين ماخذين مالفايت. وصراحة يعني الجيم ما كان مصالحهم أبدا، لدرجة أنه ما حد منهم قدر يجيب كل واحدة حتى إلا مالفايت بالتوب لين، وكانت يعني خطأ بسيط من فريق الخصم. فايش توقعاتكم الفريق؟ خلينا نبدأ معك يا سنو، ايش ممكن يسوون الشباب فتيك في هالجيم؟ فتيج هو ممكن يلعبوا زي ما تاخد بالك كاونتر بيكس، ممكن لازم يبقوا فيري كيرفول بالبيكس بتاعتهم، لان فوكس جيمين فريق قوي جدا قوي جدا، فلازم يعني ما يعني انت مش معصوم من الخطا، بس اللي هو ايه تبقى فيري كيرفول ان انا العب بفريق زي ده. وحتى لو انت بوت اب جيم اللي هو يعني لو حتى كلوز، ده معناه ان هو ايه ان انت مستواك بيعلى او واخد بالك من الموضوع عامل ازاي، فلازم يبقوا حذرين جدا في البيكس، في البانز، في كل حاجه، حتى في اللعب قوي ان ما يبقاش في سولو كيلز. يعني لان هقول لك حاجه، السيزن 10 اللي احنا فيه حاليا بيريورد قوي الايرلي جيم، زي ما انت شفت الماتش اللي فات في ريورد رهيب على الايرلي جيم، مش عارف ده هيبقى موجود في السيزن الجاي ولا لا، فلازم تبقى فيري فيري كيرفول عشان تدي لنفسك فرصة لمجال اللعب. بس لو حصل سولو كيلز، لو حصل الكلام ده، دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا في ليج اوف ليجندز سيزون 10 الصراحة. بالضبط. في الجيم وصراحة يعني البيكات حقتهم كانت متركزة اكثر على الميد والليت جيم، بما انه معهم سميرة معهم هيكرم، دائما يركزون الشباب على التيم كومبوزيشن اللي يركز على التيم فايت وعلى الميد والليت جيم، يلعبون كخمس اشخاص يحاولون انهم يسوون التيم فايت. بس فوكس جيمينج بالمقابل خلونا ناخذ نظره سريعه على الروستر حقهم، اكثر واحد طبعا راح نركز عليه بيكون ميراي. ما شاء الله عليه، هو دائما نقول الكلام هذا، بس هو السوبر ستار حق الوطن العربي، اداؤه كان جدا جدا مميز ضد كل الفرق اللي لعبوا ضدهم، وما خسروا ولا مباراه الى الان ما شاء الله عليهم. وميراي في المباراه الاخيره قدر انه يسرق بارون مرتين من فريق هاندلس بعد ما كان التيم حقه جدا بيهايند وكان احتمال يخسر الجيم. ودنا ندخل نتكلم اكثر عن ميراي وش البيكات اللي ممكن ياخذها، بما انه هو اللي بيكون اكثر واحد نركز عليه في هالجيم. نبي ناخذ رايك تاستك. لو بنركز على ميراي كلاعب في الجنجل، فانا صدق اشوف يعني ان من افضل الجنجل، من افضل الجنجلرز العرب، وقدر يثبت هذا الشيء معنا في البطولة. شفناه كثير يؤدي أداء جدا كبير، آخر جيم له مع هاندلس والله يا أخي إلى الحين سرقت البرون أتذكرها يا أخي. يا أخي أقسم بالله الآدمي لعيب يعني، الآدمي ما شاء الله عليه فنان. فأتوقع بنشوف منه يعني بيك أكيد في المتا، الآدمي ذا يعرف يلعب كثير من التامينات، لكن ندلي وليليا حقته يعني حريقة على ما يقولون، التامينات هذه حريقة يعرف يلعب فيها ما شاء الله عليه. لكن بنشوف فتيك هل بيقدرون يحصلون أي بيك ممكن يكاونتر ميراي في الجنجل أو لا، بنشوف كيف يتعاملون معه. بالضبط. والآن زي ما تشوفون قدامكم في الشاشة بدأ عندكم الشامبيون سيلكت، فيورا بيكون هو البان الأول من فريق فتيك، وعندنا فوكس جيمينج البان الاول حقهم بيكون كيتلين. هل بنشوف الشباب في فريق فوكس جيمينج انهم يلعبون على الجنجل بيك بيحاولون انهم يجيبونه بالبدايه، ما ولا بيسوون بلايند بيك بما انهم بيركزون على ميراي؟ مع انه ما شاء الله يعني الى الان ما طرقنا الباقي اعضاء فريق فوكس جيمينج. يعني عندك اكاشي في المتين جدا متميز يلعب الكاري تشامبيون زي اكالي البلانك وغيرهم، وزياده على كذا بعد البوتلين حقهم جدا جدا متميز. ف ما شاء الله فريق فوكس جيمينج مو بس ميراي هو السوبر ستار، كلهم اول ستار تيم صراحه. هم اصلا ما شاء الله عليهم كلهم لاعبين، هم اصلا يعني يعتبرون الفريق المنافس لاي جي زد، وشفنا هذا الشيء، ويعني فريق قوي صدق في كل مكان، في التوب، في الجنجل، في الميد، في البوت، كلهم يعني عندهم كل واحد عنده قوه يتميز فيها يقدر يقدمها للفريق. بالضبط. والان زي ما تشوفون قدامكم في الشاشه البان الثاني من فريق فوكس جيمينج بيكون بلاد، والثاني والثالث من فريق فتيك بيكون جريفز واكالي. يبان واحد بس على الجنجل من فريق فوكس جيمينج، وبان واحد ايضا على اكاشي، ما يبغونه ياخذ البيكات حقاته. بس يا اخي اذا صار عندك فريق كل اللي موجودين فيه الشامبيون بول حقتهم مره كبيره، يعني مهما بنت لهم احد بيكون عندهم بيكهم كومفورتبل معاه، وزياده على كذا يكون بيك داخل الميتا.
فتيم زي كذا صعب جدا انك تسوي درافت عليه. نبي نشوف ايش البكات حقت فريق فتيك, ومره ثانيه نشوف سميره هي الفيرست بيك من البلو تيم. طيب فيرست بيك, بس هل بيقدرون يعرفون كيف بيتعاملون في سميره؟ زي ما قدر جريدي قبل شوي ورانا ان سميره بالفعل قويه وعرف يلعب فيها, عرف يدفع السامي من الليمت حقه. هل بنشوف هذا الشيء من فتيك هذا الجيم ولا لا؟ هذا هو يعني السؤال. هل بيختارون سميره بس لانها تسام من قوي, ولا بالفعل بيأدي في التسام من القوي؟ لا هم فعلا بعد لا تنسى انه اخذوها في المباراه الاولى حقتهم في البث المباشر, وسكور سميره كان 0-2-0 ولا قدر يسوي شيء. ما كان مأدي جدا اداء اللي متميز على ما يقولون بالضبط. لكن تسامبي لسه ما يزال قوي, لكن هل بيقدر يعرف يستخدم تسامبي بقوته ولا لا؟ هذا السؤال ودنا نسمع منك يا سنو. ايضا وش توقعاتك الباقي البيك؟ لان زي ما شفنا الان فريق فوكس جيمينج اخذوا شن وراكان, عندنا فتيك ماخذين رينكتون كبيك ثاني, والثالث بيكون ليليا. فما راح نشوف لا ليليا ولا غريفز ولا حتى هيكرم من فريق فوكس جيمينج. ايش توقعاتك الباقي البيكس؟ زي ما انت شايف اول ما شفت شن وراكان انت عرفت خلاص ده تيم, يعني احنا هنلعب مع بعض قوي اكتر. ووراها على طول تويتش اللي هو طبعا تويتش كاري, ومعاه البيل ومعاه التانك معاه كل حاجه الحمد لله. يعني كفايه راكان وشن اصلا هم كده, يعني دول بيمشوا مع بعض. يعني تويتش راكان شن دول اوكي مع بعض. الناحيه الثانيه البانز بتاعت فيورا, انا شايف ملاحظ البانز قوي فيورا اكالي جريفز ان هي زي ما تقول السنجل تشامبس او الهيروز اللي عندها مهاره فرديه يمكن اكتر. البيكايه بتاعت سميره عجباني في ان هي علامه استفهام شويه ان انا بلعب فريق قوي, فممكن يكونوا مش متدربين او مش متوقعين ايه اللي ممكن يحصل, فعجبتني بيكايه سميره الصراحه. رينيكتن برضو بيكايه قويه ايرلي جيم. ليليا تيم شاف البيكس ما فيهاش مشاكل قويه, بس الناحيه الثانيه انت واخد بالك ان دول عايزين يلعبوا 5v5. فوكس جيمينج ممنقوا شين راكان تويتش, انت هم عايزين يلعبوا 5v5. لو بصيت الناحيه الثانيه انا شايف فرصتهم ان هي في اللينك فيز ريفر فايتس الحاجات دي كلها, حاول ان انت تتفادى البيك فايتس اللي كل الفريق هيشارك فيها. يعني عشان معاك سميره هيرو قوي ايرلي جيم, معاك رينيكتون مع ستان ستريت اب واخد بالك بيرس دامج رهيب, فانت عايز ايه تعمل ال 2v2 فايتس 2v1 فايتس 3v1 فايتس. ده بالنسبه لفريق فتيج. الناحيه الثانيه لسه نشوف البيكات الرابعه بس على ما اظن انهم هيلعبوا تيم اكتر. ممكن البيكتين الفاضلين اللي هي الجانجل والميد لين ممكن يبقوا بيكات فرديه شويه. اوكي كده اوفيشال تيم كده خلاص هنلعب على تيم كومبوزيشن بالضبط. يعني زي ما تشوفون حتى البانز اللي موجوده من فريق فتيك, عندنا خازكس وعندنا نيدلي. يعني الكميه الفوكس على ميرا والشباب خايفين منه بشكل جدا كبير. فايش تتوقع البيك بيكون حقه؟ بيكون هو اخر بيك, بيكون كاونتر بيك طبعا. فايش تتوقع بياخذ التاست؟ بيكون كاخر بيك زياده. والله صعب الست تقدر طبعا. هذا ست طبعا هذا ست جنجل خاصين منه وشن توب, لكن المد هم اخذوا لوشن عليه, فهل بنقدر نشوف منه بيك عجيب؟ مستحيل انه ياخذ زد صح, لان كده بيصيرون فول اي دي. انا ما اتوقع انه راح ياخذ زد, لان لو بالفعل بيروحون اي ما اي لا لا, لا بس كان يسوي لنا بيت كده عرفت. اي انا قاعد يهوش لنا كلنا, مستحيل ياخذون زد يصيرون فول اي دي خلاص فول ارمر وانتهى الجيم. فممكن نشوف انه بيك يا سلام. اوه توستد فيت, هذا البيك اللي شفناه اللي توقعناه انهم اليوم بياخذونه الشباب في اول مباراه عندنا وما شفناه منهم, ولا نشوفهم يلعبونه في الميدلين. فعندك شن في التوب, سد في الجنجل, توستد فيت في الميدلين, والاي دي سي والسبورت بيكونون تويتش مع راكان. تيم كومبوزيشن صراحه مره قوي. عطنا التوقعات حقتك في الجيم تست. والله العظيم هذا التيم كومب هذا احلى تيم كومب, يعني ممكن تقدر تشوف التيم كومب اللي يجيك متمحور حول سبريت بوش وتيم فايتنج في نفس الوقت وما بريشر. هذا تيم كومب صعب تفوز عليه. انت عندك الحين تسابنين سبريت بوش وجلوبال الت, فكيف تتعامل معهم ذولا بمقارنه بالفريق الثاني؟ ما عندهم ولا شيء من اللي توني ذكرته, يعني ما يتميزون في هذا الشيء ابد. لكن اشوف الافضليه للفوكس اذا بدنا نتكلم كتيم كوم. انا الحين ما بتكلم عن انديفيدوال سكيلز, ما بتكلم عن هذول لاعبين فوكس لاعبين, لا انا اتكلم عن تيم كوم. تشامبيونات فوكس بالراحه يفوزون, فما بالك لما يكونون فوق كذا ان فوكس لاعبين معروفين وجدا يعني رانكاتهم عاليه وهم معروفين انهم في التيتين يعني لاعبين الشباب ما شاء الله عليهم. فتوقع فوكس للاسف يعني
بنبي نشوف ان شاء الله اذا توقعك صحيح ولا لا. وعشان اكون صريح معك بعد، انا نفس الكلام اتفق انه فوكس جيمنج هم الاغلبيه بيكون عندهم الافضليه. نتكلم عن التيم كومبلس، نتكلم عن الاندفجوال سكيلز، نتكلم عن الركورد حقهم في البطوله. فريق فوكس جيمنج الى الان هم الفريق الافضل، وفتيك الى الان ما فازوا الجيم الاول حقهم. بنشوف الاندر دوغز اللي موجودين معنا في المباراه هذه ايش بيأدون ضد فريق فوكس جيمنج. لكن نبغى نسمع منك سنو، ايش رايك بالتيم كومبلس حق الفريقين ومين تتوقع اللي يفوز؟ يا ليت انك تخالفنا، لانه نبغى يعني الان تستمرون انكم ما تتفقون على الفريق اللي بيكون فايز. لا ما بس تخالفنا ذي المره يا اسمع. خلينا نشوف اللي عنده، تفضل. هو انا شايف الناحيه الثانيه فريق فتيج، انا عاجبني كريزي بيكس اللي هم عاملينها، الا بروم شويه يعني، اللي هو ايه، انتوا اوريدي خلاص خدتوا حاجات غريبه اوكي. يعني هتشوف لوشي بيلعب اجريسيف، بيحط اجنايت، ليه حاطط كلينز؟ يعني انت اوريدي معاك شبيل، هتسلم من اول استنى هتاخد اللي بعديها. يعني مش مع جزء كلينز، انت دلوقتي داخل اول ان عايز تلعب، تحاول تكسب ايرلي جيم، لان بص الناحيه الثانيه انسى خالص، انسى انك تخش للجيم مع الناس دي. ف يعني خد اجنايت، يعني لو تقفشت انت خلاص بقى، يعني كلينز مش لكن المشكله الكلينز أوي. عشان الجولد كارد من توست فيت دائما، اذا يعني لوشن يبي يحاول دائما انه يسوي ال1 في 1 مع توست فيت، ولازم انه يسوي ال1 في 1 لان هذه قوه لوشن اصلا في اللين. توست فيت بالمقابل ما عنده ذاك الادفانتج الكويسه، ف يعني تقدر انك انت تستفيد من الكلينز اكثر من الاجنايت، لانه اذا وخرت المده حقت الاستن بتسوي اوتو اتاك. اوكي، اف يو تيك بيرسيجن 3، لو خدت التينستي 5% اف يو داش فورورد ناحيه كارد بتاع تويستد فيت، اوكي ان انت تكلوس الديستنس، مع انت مش محتاج كلينز لان الستان هتتفك اسرع، وهتبقى في الرينج بتاع الهيت برضو في نفس الوقت، وهتاخد الادفانتج بتاع الفاير دامج، فانت مش محتاج كلينز ضد تويستد فيت. لو انت بتتكلم على 1 في 1، لو بتتكلم على تيم انت هتاخد الكارت وراها تاخد معرفش ست اي او ار او هتاخد شين اي، فكلينز مش كفايه، يعني لازم الكومب كله يلعب انه يعمل لك بيل، مش سكيله واحده كفايه. بس اتس اوكي برضو هنقول ممكن يجري بيها او حاجه. بيكايت بروم هي اللي مستعجب منها قوي، اللي هو انتوا بتلعبوا ايه الموضوع ازاي، اللي هو انت عايز تدافع عن سميره ولا عايزين تلعبوا اجريسيف ولا في ايه في الليله دي؟ بس يعني انا عجبني كريزي بيكس، على الاقل هنشوف الفريق الناحيه الثانيه فتيجه هيلعبوا اجريسيف ايرلي جيم. الناحيه الثانيه هم بيلعبوا 5v5 والكلام ده كله، بس في كايت تويستد فيت خلصت الموضوع ده كله، ان هو ايه، اي فايت هتحصل انا موجود، شن اي فايت هتحصل انا موجود ورقم موجود. فانا اروح مع فوكس جيمنج وربنا معانا ان شاء الله. راح نشوف ان شاء الله ايش اللي بيسوونه. بس حابب اذكركم نقطه معينه يا سنو، انه انا صراحه جدا اتفق مع البيك حق الكلينز مع لوشن، انه انت قلت انه اوكي سلمت من السي سي الاول، في سي سي ثاني راح تجيك بعدها. لا ننسى انه كلينز اذا سويت الكلينز على السي سي الاول راح يعطيك 65% لمده 3 ثواني، تناسيتي عاليه جدا، تبي تخلي السنات اللي بعدها تبي تيجي تبي تكون جدا يعني سريعه وبتنفك على طول. فلا تنسى النقطه هذه، يعني ممكن هذا السبب اللي خلاه ياخذ كلينز. هو بس سنو كان يفكر ك1 في 1 وك1 في 1 بالفعل. ايه كلينز ما له فايده كون في 1، لكن هذا تيم جيم افتر اول، ف بتاخذ ستن وبعدها بتاخذ 6 مهارات زي ما قلت. راح كلينز لازم هنا نشوف ان شاء الله ايش اللي ممكن يقدمونه. لكن ودنا نعرف توقعاتكم ايضا يا شباب، لان عندنا كل الشباب اللي هنا في من المحللين يعني قاعدين يقولون انه فريق فوكس جيمنج راح يتفوق بفرق جدا كبير. انا بشوف توقعاتكم انتم، ايش من الفريق اللي تتوقعون يفوزون؟ هل هو فريق فوكس جيمنج اللي متعودين انهم دائما يفوزون، او بيكون فتيك تيم اللي هم الاندر دوغز في البطوله وممكن هم اللي يفاجئونا الان في المباراه؟ ممكن فريق فوكس جيمنج يستهونون فيهم، اي شيء ممكن يصير في الجيم. فخلونا الآن نروح مع المعلقين نتابع المباراة مع بعض مع مورغان وسموث. أعزائي المشاهدين، ورباك تاني في جيم 3. دلوقتي جيم قوي جدا ما بين فتيك تيم وما بين فوكس جيمينج اللي دايما كلنا متوقعين ان هم يكسبوا، بس هل فتيك هيفاجئونا في الجيم ده ويعملوا الكومباك زي ما احنا متعودين دايما على مفاجات الاي سي؟ معايا النهارده سموث الكلر كاستنج، معاكم مرجان في البلاي باي بلاي. سموث ريدي الجيم 3؟ ريدي حبيبي مورغان. صراحة مباراة قوية جدا بين فوكس جيمينج وفاتيك تيم، ممكن نعتبر فاتيك تيم كالأندر دوغ في هذه المباراة، خاصة أنه فريق فوكس جيمينج كلاب فاز في اليوم الأول على اي جي زيد اي سبورتس، ويوم البارح فاز على هاندس جيمينج بعد مباراة طويلة جدا. صراحة لحد الآن مستوى راقي وعالي من عناصر ولاعبي فريق فوكس جيمينج كلاب. شفنا يعني ميراي على كيري تشامبيونز كيف يكون مستواه على النيدالي أو على خازكس، كذلك شفنا ناروكيا صراحة
الى حد الان بيرفورمانس عاليه جدا على السبورت. شفنا يعني روتيشنز والرومينج نتاعو في الاوقات المناسبه يعطي الليد الاكاشي في المباراه. كذلك شفنا سينيو تيم فايتنج وايز سينيو قوي جدا, شفناه على ووكونغ, شفناه على تشامبيونز اخرين اوريدي يعني في البوزيشن القويه في الفلانكينج على الباكلاين. كذلك اذا بتتذكر مورغان في اليوم الاول ضد اي جي زي شفنا كوادرا كيل من بروكشس على سميرة, كانت المونتاج والهايلايت بتاع اليوم الاول صراحه. لاعبي فريق فوكس جيمنج كلوب ما شاء الله يعني مستوى عالي, ولكن السؤال يبقى هل فاتيك تيم قادرين انهم يفتكوا الفوز من فوكس جيمنج كلوب او لا؟ امامنا الكامبس يا مارغان عفوا في الشامبيون سيلكت, عندنا مره اخرى اكاشي اضطر انه يلعب ضد لوشن في الميد لين, ممكن البارح كانت له كابوس نوعا ما لما لعب ضد انفينسيبل سندرا, المره هذه يتغير الخصم. ممكن نشوف انفيد, ممكن نشوف انفيد في الايرلي من فتيج, وهم ده اللي هو عايزين يعملوه اصلا, لان عندك سميرة عندك لوشن تقريبا بالظبط نفس اللي كان حاصل لهاندلس في الجيم اللي فات, ان انت تحاول ان انت تشوت داون الانمي من ان هم يكونوا معامل ادفانتج في الايرلي جيم, تحاول ان انت تشوت داون التيم كوم بتاع الانمي اللي عندك سميرة عندك لوشن عندك الكاريز, بتحاول ان انت كل اللي انت تعمله ان انت تفايت سميرة تفايت لوشن. ليليا شغلتها هنا في الجيم سهلة جدا, معاها اتنين فرونت لاينرز ان هي تحاول تكون موجودة وتطلع الدمج. يمكن ليليا بتعتبر اعتقد يمكن ثيرد فرونت لاين, لان هي مجرد ما بتجيب اللايندريز والريالوري بتبتدي تحول ان هي بتجيب ايتمز وبتلعب اوف تانك, وكده كده السكيلينجز بتاعت الشامبيون مش محتاجه منه ان هو يجيب ايتمز اكتر من دي عشان يبرست. فليليا اولريدي باستد لما فيه كفايه ان هو يكون معاه بروم ورانكتون ويخشهم من الثلاثه, وكل اللي انت محتاج تعمله ان انت تحميهم بس في الليت جيم لوشن وسميره من تويتش, اللي في الليت جيم هيكون اداء قويه جدا في ايت فوكس جيم. صحيح تويتش بيكون خطر كبير جدا في الليت جيم تيم فايتس, ولكن اذا لاحظ مورغان درافت فريق فوكس جيمنج كلوب فيه العديد من الجلوبلز, عندنا الالتيميت من تويستد فيت, عندنا كذلك ستاند يونايتد من شين, وكذلك التي بيز ارلي تريت, ممكن نشوفه كيل سينيو ما بينهم بوش اوريدي شين من الانمي عنده دامج عالي جدا, والجراسب تديله تريدز حلوه جدا في الايرلي, وهيكون عنده طبعا سستين كويس جدا وقبلي واخد سكند ويند, ما قدرناش ان احنا للاسف نشوف الرونز, ممكن يكون عنده سستين احسن بكتير من رينيكتون, فالتريد دي هتكون في صالح سينيو طبعا في الايرلي. ودي لسه بزور رينيكتون لحد دلوقتي, مش عارف يخش اللين وات ماذا فعل رينيكتون في التوب لين, هذا ليفل 2 في البوت يا مورغان, اعتقد انه سميرة بروم ممكن اقوى, سميرة ممكن عندها دامج اقوى من تويتش في الايرلي جيم, خاصه لما يكون فما السي سي بباسيف بروم يليها النوك اب من سميره. كنت نحكي مورغان انه فريق فوكس جيمنج كلوب في ليفل 6 عندهم جلوبلز مهمين جدا, نحكي على تويستد فيد ونحكي على شين التيميت, فاي بلاي ممكن يعملوا فاتيك تيم في البوتلين يجد الفولو اب والكاونتر خلينا نقول جانك من اكاشي وشين بالالتيميتس, فصعب جدا انك تحاول تعمل بلاي في البوتلين او حتى في التوبلين من جانب عناصر فريق فاتيك تيم, صراحه وضعيه صعبه. ولاد يحاول يفورس جانك في البوت سايد, سيف كمان موجود يحاول يعمل جانك, كل جونجلر دلوقتي عند الانمي توب سايد وبوت سايد, وديليليا دلوقتي قرر ان هو يروح ينفيت في التوب سايد على الماب, وادي الاولين من ناروكي الدبل بتلاند على ستروم, بس ديابلو بيفلاش اوريدي, وادي الاي من ست والدمج موجود منهم, شوبر من سات بيحاول ان هو يطلع دمج على قد ما يقدر, بس ستيل الاكزوست فاير ده بدري شويه واسف الاكزوست فاير كانت هي ميجر اكزوست مبكر من راكان, ولكن صراحه تو مان فيس بريكر كانت موجوده من ميراي, جانك جميل, فلاش موجود من سميره وفلاش من بروم, ليلى يحاول يعمل جانك ولكن اعتقد انه سبوتد بالوارد قبل ما يدمر الوارد هذا, ممكن نشوفه كذلك فريز من بروكسيوس وناروكيا, وشوف مكان ميراي يا مورغان, شوف شي حاول انه يعمل فلانكينج جانك جميله جدا, خاصه ان الويف فريز ممكن يموتوا عناصر فريق فاتيك, ممكن يموتوا بالفعل دلوقتي, وعارفين يتقابلوا معوش الفلاش, وممكن نشوف الفيرست بلود دلوقتي بتروح لبروكسيوس على التويتش, بس الهيل موجود وادي الهي ميكر, واخر لحظه الفيرست بلود بالفعل بروكسيوس بيك اب بالاي على تويتش, وسينيو في التوب سايد برضه بيجيب عليه اندبوش على رينيكتون 2-0 صالح فوكس جيمنج, سولو كيل من سينيو في التوب سايد 2-0 الفريق فوكس جيمنج كلوب, جميل جانك جدا من ميراي, يعلم انه سميره وابرام دون فلاش, ولكن جانك في الميد
جانج ثاني في الميد لين هنا دلوقتي. لاليا بتبدي بحاول انه يهرب ميراي ليه بس الانستنت فلاش على طول من لوشن في الميد لين والدمج موجود عندهم بس نوت انف انه يقدر يبرس لوشن في الوقت المناسب. ميراي كان جاهز بده بس ستيل الانستنت فلاش من لوشن انقذته والبليد لوشن. اذا ويل بلايد من لوشن ما زالت عنده الكلينز ولكن استعمل فلاش دي 1 في 1 في التوب اجريسيف اول ان من ريكتون ممكن يدفع كمان لو شن معاه ليه بالظبط من سينيو كامل ايه يا رينكتون. مره اخرى ال 1 في 1 من جانب سينيو ياخذ سلو كيل في البوت لين دامج موجود دلوقتي تاني في البوت سايد فايتس كتير جدا والاثنين كوت رايز فايت ورا فايت اوريدي في الجيم ده دامج موجود انا من ناروكيا بيرجع اوريدي بالاي على اكاشي واخيرا اول كيل بتروح لصالح فتيك تيم هتكون على ميراي. جميل جدا ميراي برواكتيف لحد ان في الايرلي جيم جانك تو جانكس في البوت وجانك في الميد من هذا اللاعب مقارنه بليليا اللي الان كان موجود في التيم فايت في البوت ولكن مورغان اعتقد انه انظارنا بشكل منصف على التوب لين. سينيو عنده اثنين سولو كيلز ضد رينكتون نعرف انه ممكن ماتشاب صعب نوعا ما على رينكتون يا مورغان ولكن هو الان ياخذ البرامبل فيست وهذا اكاشي بالالتيميت مره اخرى الالتيميت من اكاشي في التوب سايد بيروتيت على طول في لحظه واحده بس بالجولدن كارد بس علي ذا بوش معاه دبل سلايس اند دايس هيقدر انه يهرب بيها هنا ستيل سينيو معهوش الفلاش مش هيقدر يجي عليه الوقت بس اكاشي بيحاول يرجع بعيد وهيهرب على الميد لين سيفتي هيوصل لوشن دلوقتي معاه عشان يقدر يكفره بس ناروكيا لو جه في الوقت المناسب ممكن يرضعه هنا ويقدر ان هو يشتري شويه وقت لكن شاروكي فعلا موجود بس سلايس اند دايس تاني موجوده على الرينكتون وقدر فعلا ان هو يهرب من الجانك في التوب سايد. اذا كانت محاوله بديت الالتيميت اكاشي ولكن يمنع لوشن هذا تنين الجبال اول تنين في المباراه يروح لصالح فريق فوكس جيمنج كلاب. لحد الان ايرلي جيم 10 على 10 من عناصر الفريق المغربي صراحه كما كنت نحكي ميراي كان موجود في كل مكان خاصة في البوت والميد لأنه سينيو كان ربح التوب لين بمفرده واعتقد مورغان انه لما رينكتون يكون متأخر فيكون less and less valuable في المباراة خاصة انه شين بروكشنز داخل اجريسيف دلوقتي وادي الدبليو والفولو اب من ناروكي على طول موجود مش سامحين لدانتي ان هو يقدر يسكيل خالص او يطلع الدمج على سميرة بس بريتي اجريسيف اول من سينيو دلوقتي هياخد الباسيف دمج من بروم والباسيف كمان من دانتي معاهم الدمج لو كانت سميرة دي ليفل 6 كنا ممكن نشوف التريبل كيل على دانتي يب كان جت ليفل 6 لو كانت ليفل 6 سميرة في هذه العملية كان ممكن تاخذ توب كيلز 1 في 1 ليليا بينجيج على ميراي والجولدن كارد موجود دلوقتي على اكاشي بس بياخد دمج كتير جدا وانستنت كليس على طول من لوشن ممكن يبس والانيميشن كانسل والبيزك اتاكس من لوشن بيرفكتلي بلايد لصالح فتيك هنا ودي الدبليو على طول من ليليا والباسيف هي ميكر هتخليه سرفايف بس الكيو الاخير يات بس ايوب بالكيو والباسيف موجود على ليليا فتيك ويلكم باك تو ذا جيم. ماذا يحدث في المباراة؟ سولو كيل من لوشن على اكاشي وكذلك سولو كيل من اليوبي على ميراي. صراحة أنا أعتقد أنه ميراي كان جريدي لأنه ما عملش ريكول في الوقت المناسب ولكن خطأ كبير جدا من أكاشي كان موجود ما صارش ريسبكت الدامج لوشن اللي أعتقد كان عنده العديد من اللونج سوردز أو كان عنده الكاتلس ممكن لكن الآن أكاشي عنده البلاستينج وايند يبدأ يعمل دامج ممكن في التيم فايت القادم غالبا على الريفت هيرد أو على تنين. ميراي يتجه مباشرة إلى البوت سايد يعلم إنه بوجود ألتيميت أكاشي وسينيو ممكن يشوفه بلاي في البوت. إكزوست فاير ضاف لروكيا بيلاند الدبليو على ديابلو بس ودلينس إن إكزوست فاير ضاف برايت بيجمع الاثنين والستان من ستة على طول والكل بروبلي هتروح لتويتش بريد إيزي كيل ودي الألتيميت فاير ضاف من سميرة بس الدمج مش موجود أولموست بيحاول يقتله بس مش قادر يقتل كل بروكشس ناروكيا مضطر يسيف الوضع. جميلة جدا العملية من ميراي الجانك كان موجود في البوت في الوقت المناسب ولكن التريد يصير بالريفت هيرد من جانب ليليا ولكن تو كيلز يا مورغان ينضافوا الى رصيد بروكشس في هذه المباراه 70 سي اس في 8 دقائق و50 ثانيه. هذا مره اخرى ال1 في 1 في التوب ولكن صعب جدا على رينكتد يعني عنده اللونج سورد درونز بليد والبوتس مقارنه بسنين روبي كريستلز والبرامبل فيست تكون عمليه مستحيله. اعتقد سينيو ماخذ حذره لانه ليليا كانت توب سايد فهو ممكن يتوقع في جانك من ليليا ولكن في الحقيقة ليليا موجودة في مكان الولفز بعيدة جدا على جهة التوب سايد. شوفوا ناروكيا كالعادة تبدأ ماكينة الروم والروتيشنز ومساعدة السايد لينز شفناه أمام مباراة الأمس ضد الهندس جيمينج كمية الرومينج اللي قام بها ناروكيا لا تحصى ولا تعد ساعد فريقه بطريقة جبارة ولكن الآن يا مورغان فاتيك تيم
خلينا نقول انه مازال متاخر في هذا الايرلي جيم. فتيك تيم فعلا كان متاخر شويه في الجيم ده، بس ستيل قدروا ان هم يقللوا جولد ادفانتج 2000 بس. ومش شايف التويتش دلوقتي ولا عارف ان الروكيا جايه، دبليو موجوده والكلينس مش موجوده مع لوشن دلوقتي، هيدفع ثمن ده والكل بتروح لبروكشس. ثالث كل تروح على تويتش. تيم كوميونيكيشن في الجيم قويه جدا بين عناصر فريق فوكس جيمنج كلاب. روم قوي جدا من ناروكيا كذلك، استعمل انفيزيبيليتي وهذا الدستني موجودين. ودي اكش موجود بالجولدن كارد انت صوته بالترتيب الريدي والبلايد لسميره، بس الدبليو على طول الفلاش شو ستوبر من مراي بيقول له مش هتروح في اي حته. والرامبيج على تويتش، الرامبيج الرامبيج البراكسيس ياخذ ربع كيل ليه في هذه المباراه. من سيوقف هذا تويتش في الليت جيم تيم فايتس؟ هل ممكن نشوفوا الدايف على بروم؟ ما اعتقدش، عنده الانبريكبل وول جيت دامج بتاع تويتش. ولكن لحد الان فريق فوكس جيمنج كلوب روتيشنز اون بوينت، تيم كوميونيكيشن اون بوينت، مازال سينيو عنده الالتيميت اذا كان في مشكل على الكاريز في البوت لين. ماذا بتعتقد مورغان انه ممكن تكون خطه فريق فاتيك تيم في هذه اللحظات، خاصه انه تويتش عنده 4 كيلز؟ لكن معظم الوقت كنا بنحاول ان احنا زي ما قلت لك، لو انت فتيك تفكر ان انت تفايت لوشن في الايرلي، تفكر ان انت تفايت سميره في الايرلي. بس في المرحله دي دانت انا شايف صراحه ان هو يمكن الميستيكس عنده هو شخصيا قليله، بس الفوكس من مرايا عالي جدا على البوت سايد. الاول ان على طول، وادي الرومز من اكاشي والالتيميت من سينيو، في فوكس كبير جدا على سميره. يمكن شفنا 4 أو 5 جنكات عملوا لحد دلوقتي على البوت سايد لصالح فوكس جيمنج. مع ذلك ليليا ما شفناش منه برفورمانس خالص في البوت سايد دلوقتي، قال يوب يحاول بس. هو لين والرومز من اكاشي والالتيميت من شن بيمنعوا ان يكون حتى في فرصه ان هم يقدروا يخلوا تويتش يخسر الادفانتج اللي معاه. والبوزيشننج صراحه عند الشباب بتاع فوكس في الفوت سايد اكتر من بيرفكت لحد دلوقتي، اكبر دليل ان هم ما ماتوش ولا مره. ودلوقتي عند فتيج ان هم يحاولوا يخلوا دانتي يرجع تاني للجيم، يحاولوا ان هم يخلوه يجيب كيلز، يحاولوا يخلوه ان هو يسكيل. كل ما الجيم يطول كل ما الادفانتج اللي معاه تويتش هتتزايد. يب، اذا هنا فريق فوكس جيمنج كلوب حاول ياخد التنين انجيج. طب اوريدي ناروكيا بيجمع الاثنين، وادي الدبليو طب النقب عليهم كلهم. وميراي بالانستنت كلينس على طول، بيقول ان ده مش بيحاول ان هو يجري هنا، بس الكوتشينا سبوت شوت داون بتروح لرينكتون. موجود باك لاين عمل اللي عليه وزياده، وادي الدبل كل الوقت بتروح للوشن وكل بتروح لرينكتون. بيتريدوا اثنين مقابل واحد، وهيكون رينكتون هو كبش الفضل المضطرين ان هم يدوا لصالح اف اكس جي عشان يمكن ياخدوا دريك. شت داون مهم جدا الى علي ان ذا بوش، ورينكتون شت داون على بروكسيس. ولكن سؤال، هل هما قادرين فتيك تيم انهم ياخذوا هذا التنين؟ يا مورغان اكاشي مازال فول هيلف، ممكن يستيل التنين؟ لا، حاول بالكيو ممكن يستولي على هذا التنين، ولكن ما حلفوش الحظ. ميراي كذلك كان بعيد على هذا الحدث. هل ممكن نشوف انجيج مره اخرى؟ الاكس فلاش، ميراي بالاكس فلاش بيخشوا اجريسيف جدا، بس الدبليو مش هتلاند هنا على الاليوب. سريعه جدا ليليا دلوقتي، بدي جولدن جارد من اكاشي، بس لازم تخلي بالك ان لوشن موجود في الباك لاين، ممكن يقتل ناروكيا بس الاي وبيلاقي نفسه وسط اربعه دلوقتي. في كل دي المفروض تروح للوشن على طول، اسف لتويتش، وبالفعل بيموت هنا. وادي الاول من اكاشي والالتيميت، بس في اخر لحظه جولدن جارد والدبليو من دانتي هيبلوك الكيو اليوب، هيوصل لبار الامان بفضل سميره. بفضل سميره يروح الى بار الامان اليوب في هذه العمليه. ولكن لا ننسى انه كل دونيتد الى رصيد بروكسيوس مره اخرى 5 كيلز. هذه الاعاده اللي كانت في البوت سايد ريفر على تمنين الغيوم، ولكن الدراوزي الالتيميت من ليليا كانت في الوقت المناسب. الفلاش كذلك جميل من جانب ليليا، ولكن شوف من جهه اخرى الدايف من ريكتر على الباك لاين، وهو بروكسيوس يعمل عليه دمج عالي جدا. شت داون كذلك مهم على سينيو ينضاف الى رصيد لوشن، والتنين يروح لصالح فريق فاتيك تيم. ولكن بعده شفنا كيل الخامس ينزاد الى بروكسيوس في هذه المباراه. ممكن تكون في دايف دلوقتي على التوب سايد، بس على ان ذا بوش ما يعرفش ان ميراي موجود، مش احسن حل ان هو يحاول يدايف دلوقتي خالص. ولو عمل كده ممكن يدفع 8 تلقيم تمس من سينيو، دخل بدري شويه خسر نوعا ما اللي كان يقدر يعمله هنا، بان هو يطلع الدمج بس على طول. الشو ستوبر من ميراي ياخده على تحت التوريت، بس لسه ما معهمش الدمج كفايه، وسينيو دخل متاخر شويه او بدري بدري قوي. اسف، انقلبت الموازين في التوب بلاي مورغان. خلينا نقول يعني شفنا من اول مباراه تينيو كان ياخذ في السولو كيلز على هيذر نيكتون، ولكن كما كنت نحكي الشات داون مهم جدا على بروكسيوس. راي لسه ما زهقش من التوب بلاي ومكمل حتى معاه اكاشي دلوقتي. ادي الجولدن كارد بس الاطول في الدنيا، هيخلي دراوزي على مراي، وادي الي يوب الدمج عليهم هم الاثنين، بس سينيو هسرفايف، والي يوب للاسف مش هيقدر ان هو يوصل لمراي في الباك لاين. الاي اولموست كانت هتلاند بس جت في الحته.
محاولة طيبة كانت من ليليا تاخذ الكيل على سينيو، ولكن سينيو ينزل له الكيل الثاني. شوف بروكسيس في البوتين على دانتي، اشرف الجول صاد على دانتي مش واخد باله خالص، ومعانا روكيا دلوقتي ونيف في الوقت المناسب من دانتي، بس نيم بروكسيس هتبيك اب الكيل. روكيا وبروكسيس انفيزبل تويتش صراحة. بليد اوف ذا رنت كينج وليس التيمبو مع البرزيركر بوتس، صعب انك تمنع من هذا المأزق يا سميرة، خاصة انه ما عندكش الفلاش. مرة أخرى ممكن تشوفوا البوت لين تاور تدمر من جانب بوت لين فريق فوكس جيمنج كلاب، سيطرة تامة. كذلك أكاشي بعد بضع ثواني يكون عنده الالتيميت هو وسينيو، ممكن تشوفوا بلاي على التوب سايد ريفت هيرد أو ننتظروا التنين القادم. هذا من جانب عناصر فوكس جيمنج كلاب. اذا 4000 فرق في الجولد، خلينا نقول فرق محترم جدا بين هذين الفريقين. كذلك اذا ممكن نلقي نظره على الفرق في الجولد بين الاي دي سيز يعني تويتش وسميره، ولكن الاول من انفيزبل تويتش على طول اضمت وار من ناروكي على طول بالدبليو النوكا بالانستنت كلينس من لوشن، بس الدمج من بروكسيس هذا قبل كان بسرعه جدا. يب كل مرة بروكسيس ياخذ الكيل. شوف الجولد اللي عنده 7130 جولد مقارنة بسميرة اللي ما عندها الا 4400 جولد. يعني تويتش صراحة في موقع قوي جدا وعظيم. ممكن لدانتي مرة اخرى انستنت فلاش على طول من مراي بيأخر، ودي جولدن كارد بس الدبليو ثانية واحدة من دانتي والالتيميت فول واب من اكل مش قادر انه يهرب حتى من الالتيميت دلوقتي من سميرة، بس ما فيش دامج. محاولة كانت محاولة انها تستعمل الالتيميت ولكن ما عندهاش الدمج الكافي خاصة من دون اليوب رايح فين دلوقتي. وادي شو سوبر من مراي بيجيبه على الباك لاين ورامبج تاني بروكسيس عمال يفايد صراحة. كل الكيلز تروح لصالح بروكسيس. اعتقد هذا مبتغى الدرافت والكومب من جانب فريق فوكس جيمنج كلاب. عندك تويتش، عندك فرونت لاين رهيبة يعني سيت وشين وراكان، وعندك كذلك السي سي بروفايدد من اكاشي يساعد، وهذه كومب يعني بيك اب كيلز كومب. اعتقد هذا ال1 في 1 في التوب. اذا سينيو عنده التيامات تساعده اكثر في الويف كلير في هذه التوب لين، ولكن رينكتون كذلك مختر يا مورغان عنده البليد اوف ذا روند كينج. انتظروه ماذا ممكن هو يفعل في التيم فايت. لازم ممكن يلقى بوزيشن فلانك رهيبه على بروكسيوس، ولكن حتى اذا رينكتون يعمل فلانك على بروكسيوس فممكن تشوفوا بيل بالتيميت راكان وكذلك التيميت شين، وممكن ديزنجيج كذلك التيميت سيت والجولد جارد من اكاشي. فاعتقد انه بروكسيوس راح يكون في امان في التيم فايتس القادمه مع وجود كل هذه السي سي والبيلينج من اصدقائه. فكيف تتصور انه ممكن فاتيك تيم يربح التيم فايتس يا مورغان او حتى يربح المباراه؟ فاتيك تيم عايزين يدوروا دلوقتي على الانجيج المناسبه ويحاولوا ان هم يبعدوا عن الستيكس ويبعدوا عن ان هم يخلوا كل بلوك منهم يموت سولو زي ما بيحصل. لازم نفيل لدانت اكتر من كده، لازم ندي فرصه سليمه ان هي تخش في فايتس وتحاول على قد ما تقدر بالالتيميت ان هو يطلع الدمج للكونكرر والستيكس. بس دلوقتي انت قاعد ثلاثه ممكن انجيج حاجه مشكله كبيره جدا من فاتيجه، عكس ان انا لسه بقول لك تمام انا عايز افويد الستيكس، عايز افويد ان انت تموت ستيل. مفيش اي كونتست تقدر تعمل على فيلم دريك، مفيش سبب يخلي فاتيك يقف الوقت عند دريك ده ثلاثه قدام اربعه وهم عارفين ان هم مش هيقدروا يسرقوا. وكذلك مارجن صعب جدا انك تلعب يعني بليليا ولوشن وسميره ضد كميه الهارد انجيج الموجوده من فوكس جيمنج كلاب. صراحه صعبه جدا على ليليا انها تقوم بالدامج المعتاد من الشامبيون، ولكن بروكسيس مره اخرى بروكسيس مره كمان بيحاول ان هو يجيب سميره هنا، بس دانت انا واخد حظ ان هو معاه الايد. وفعلا سموت صعب جدا ان انت تقدر تافويد كل كميه الكراود كنترول اللي مع فوكس جيمنج وتيم كوم زي ما قلت لك مع فرونت لاينرز كتير. رينكتون في الليت جيم بعد ما ستاك اب ايتمز نفس الكلام مع ليليا لما كملت الهكس فلاش هكس فلاش من مراي بالفعل ودي على طول وبيرجع ورا التارجت على طول من الشو ستوب. ميراي 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 ثينكس كما كنت نحكي البارح، يعني ميراي ثينكس صراحه هذا الجانجلر يقدم في مستوى رهيب في كل المباريات لحد الان. نحن في اليوم الثالث وهذا اللاعب ما زال عنده ما يقدم اكثر واكثر، يمتعنا كل مره بالتشامبيون جديد يعني يمتعنا هذا اللاعب لحد الان. 17-5 اولموست كيل في كل دقيقه من فوكس جيمنج كلاب. صراحه متاخرين جدا فريق فاتيك تيم في الجولد وفي الايتمز. اذا نلقي نظره لوشن صحيح انه عنده بليد اوف ذا روند كينج، عنده الوار هامر سكول فيلد، عنده الميركوري تريدز، ولكن اكاشي استكمل الزونيا، عنده رودوفيجز والبنتريشن بوتس، كذلك تايتانيك هيدرا موجوده من سينيو تعطي اكثر دامج بالدايفينج على الباك لاين، ولكن انجيج بيت
بيت عشان يحاول يخليه يخش عليه وهو الثاني يقدر يقتله ويقول انت بوش. اظنش ان هو هيكون موجود في الوقت المناسب لابن ليا الوقت لو ايدي لاند ممكن الالتمت يكون موجود من عليهم. اوه دراوزي الالتمت وادي على طول الفولو اب للشن يحاول ان هو يحمي اكاش في الوقت المناسب والدبت موجوده بس مش هيحميه من دامج لاليا من كيو والفلاش بس الانستنت موجوده دلوقتي والسينيو الانجيج على طول 1 فور 1 بفول تريد وممكن ننهي او لا. فوكس جيمنج عايزين اكتر من كده وممكن دايف ممكن دايف على ليليا لا هيكون في دايف 1 في 3 موجوده من مراي وادي الاي على طول والدبليو من نارو كده مستني في الوقت المناسب عشان يضربها والكومبو تشين اتضربت على اليوب مستعد تهرب منه الوقت لو انت ليليا والكيلينج سبريل مراي كيلينج سبريل مراي صراحه ويل كوميونيكيتد بين عناصر فريق فوكس جيمنج لاب دايف جول صحيح 100% هذا الريبلاي للتوب سايد فايت او الميد لين في كل كان موجود على دانتي قبل التحرك الى التوب سايد اللي كانت فيها الكل على ليليا 0-6 سميرة مورغان صراحة يعني رغم اللي قاموا بفيرست بيك في الدرافت حسيتهم يعني عندهم الثقة الكاملة انه سميرة تكون فات في المباراة او تربح حتى البوتلين ولكن المفاجأة كانت انه تويتش هو اللي كان 10-1 في هذه المباراة شوف الايتمز بليد اوف ذا روند كينج الرونانز والبي اف سورد من سيوقف هذا تويتش بالكلينز كمية البيلينج الموجودة والفرونت ناين القوية صراحة صعبة جدا التيم فايت القادم سيكون على فريق فاتيج تيم اذا نشوف ممكن مورغان اذا ممكن نشوف الفيجن من جانب فوكس جيمنج كلاب يعني مسيطرين على الماب كلها فريق فوكس جيمنج كلاب شوف البينكس متواجدين من جهه التوب سايد فيجن موجود فرق الفيجن فعلا موجود وفوكس جيمنج مسيطرين جدا على الكنترول بص الماب شبه ضلمه لصالح فتيج للاسف فوكس جيمنج لحد دلوقتي يعني انت تقريبا انت ما تعرفش هما فين لو انت ممكن يكونوا بياخدوا بارد ممكن يكونوا بيتحركوا دلوقتي على الميد ليم ممكن يكونوا بيحاولوا ان هما يقفش واحد منكم في البوش فلازم اتحركش زي كده خالص يا ليليا بس الموفمنت سبيد هتنقذهم كنا بنقول الوضع كله بالنسبه لفوكس هنا 9000 جولد ادفانتج بياخد فعلا الاسكندر بس از ات وورث ات لو بروكشس قرر ان هو يروح الراتاتا او لو ليليا ضرب الاوفمنت موجوده بروكشس هيقدر يهرب منها بسرعه بينس في الوقت المناسب من بروكشس يمنع من الدراوزي ممكن كان معاها فولو اب من سميرة ولوشن ورينيكتون لكن شوف مكانها كاشي التي 2 تاور في الميد لين ضغط عالي جدا من فريق فوكس جيمنج كلاب ممكن بروكشس وكاشي يحصل على كيل جولد كارد بروكشس بس كنت بقول لك راد جوز راتاتا مجرد ما يضرب الالتيميت مش تقدر تحمي نفسك من الدمج كمية الميد الموجودة مع الوقت الالتيميت دبليو على طول روكيا ركان روكيا بالكويكنس والانستنت شانس والنوك ابس ودي تريبل كيل بتروح لبروكشس في الميد لين التويتش رات ايرل بروكشس شوف ميراي شوف ميراي ريسبكت البوش ابس مورفن ريدي ان هو يقدر يكمل الانجيج ولسه كل ده معاه ستوبر ومعاه الفلاش وخلي بالك شو ستوبر بس البوست انيميشن مات ريدي وقدر شو ستوبر قبل كده بتروح لاكاشي وفوكس جيمنج لا تكون الفايت اللي هيندو في الجيم ممكن فوكس جيمنج ينهي مباراة مرة أخرى مباراة غير متقاربة بالمرة مثل مباراة هندس جيمنج وسامانيري ولكن فوكس جيمنج لو بخير إنه ما ينهيش مباراة الآن شوف الفرق في الجولد 12000 فرق في الجولد يتجهوا الآن فريق فوكس جيمنج إلى التنين الثالث في رصيدهم وهو التنين الناري هذه بداية التيم فايت كانت موجودة الجولد كارد من أكاشي والفولو أب براتاتاتاتا من بروكشيوس يستعمل انفيزيبيليتي بطريقة جميلة جدا السايد ستيب كيو والإنجيج من ناروكيا في المكان المناسب معاه لانك من سينيو كوردينيشن ولا اروع من عناصر فوكس جيمنج كلاب بالطبع ميراي لازم يقوم مثل هذه الحركات كيف لا وهو ميراي يستحق صراحة هذه الشو ستوبر على رينيكتون والفلاش من بروكشيوس 13-1 لو معاهم حد بيعمل بوش ابس كان زمانهم عملوا بوش ابس دلوقتي ولو معاهم تريندامير جارن تريندامير وجارن جارن بيهولد الول كلها على وان هاند يعني البي ام فوكس جيمنج برضه صراحة اب تو اتس ليفل بس لحد دلوقتي فوكس جيمنج بيثبتوا لنا ان هم من اقوى الفرق من الاي اس كل اللجام اللي بيخشوا فيها بتكون قويه جدا من ناحيه فتيك كنا بنتمنى ان هم ديستني ستيل الديستني موجود دلوقتي من تويستد فيت ودي جوست فاير داب اكاشي راي مستني في الوقت المناسب ودي الهيرت فلاش على طول والالتيميت من سينيو عشان الفولو اب على طول الانستنت اي من شن ومراي بيتقل كل ده على الشو ستوبر مستني لحد اللحظه المناسبه وبياخد تو بيك ابس سهلين برضه تاني فوكس جيمنج وممكن تكون دي البارو البار النشر البار النشر يتجه له فريق فوكس جيمنج كلوب بيكون سهل من دون اي كونتيست ليليا
فقط الى 25 ثانيه للعوده على الخريطه. اعتقد الوقت كافي واكثر من كافي لفوكس جيمنج كلاب انه ياخذ هذا البارن، يعمل ريسيت ويرجع لكل الايتمز المهمه وينهي المباراه بالباف. ممكن تشوفوا دايف كذلك على النكسس تاورز، ولكن لا، فوكس جيمنج كلاب يخير ما يعملش ريكول، يخير انه ينهي المباراه، ينهي المباراه في وقت مبكر نوعا ما. على تيم فايت ار يو ريدي سموث، ار يو ريدي للرتطه رتطططط كلاب جوز رتطة. بروكسس ريدي دلوقتي، مستني الانجيج بالكويكنس من ناروكيا. معهوش فلاش المرة دي ناروكيا في الفايت ده، بس معاه الكويكنس وادي الانجيج على طول. لسه فلاش مع ميراي بيجمع الثلاثة، بس بروكسس ورا شوية وادي الالتيميت لليليا بيخلي اثنين يسيبوا، ممكن يكون ده الفايت. فاتيك بيدور عليه فعلا، والوف كومب والشوب الصفر موجودة من ميراي. باك لاين بيدنج كتير جدا، ويسمينا دانتي اخيرا بالشوب ده. بروكسس اول بيك اب بول على طول بالاي والكيو، دانتي بيشريد في الباك لاين بس سيني تانكي جدا. دمج في الباك اب بول تاني من دانتي بيقابل على طول بالشوب داون، بتروح لصالح سمينة بس بيفول داون بسبب سينيو. وعلى ده مش انت بيقدر ان هو يقتل سينيو، ثلاثة بيقعوا من فتيج باقي الوقت من راي، بس اللي بيفول داون لالي هم البوت سايد. وفتيج بينجحوا في الومبو كومبو، ولوشن بيجري فعلا في اخر لحظة، بس اكاشي بالدمج بيدور على اكتر من كده. وادي الكيو على ريكتون مرة اخرى، تاني انستنت كلينس بس مضروبة بدري شوية. ريد بوف اكاشي لوشن هيسرفايف، هيسرفايف مش كافي صراحة. مورغان ما فهمتش سبب الانجيج المتسارع من عناصر فريق فوكس جيمنج كلاب، لانه اكاشي وبروكسيس كانوا بعيدين نوعا ما على مكان الانجيج بتاع ناروكيا، وميراي كانت اوفر فورس عند ديانا في البيت. شوف شوف مكان اكاشي، شوف مكان بروكسيس كانوا بعيدين، ولكن دراوزي كانت جميله جدا من علي اوبي في هذه التيم فايت. كل وقت جميل كذلك كان موجود من ريكتون، الفوكس كل الاكزاست على بروكسيس. الشت داون لسميره ممكن يكون نافع هذا الشت داون في الفايت القادم. السميره مره اخرى تستعمل اولت، يعني مرتين اثنين تستعمل اولت في نفس التيم فايت. هذا ميراي كان يحاول يستعمل في هيكس فلاش، ولكن فين صعب انه ياخذ كيل على ليليا. ولكن كالعاده اكاشي لاست مان ستاندينج في هذه الفايت، يقلص الفارق وياخذ الكيل على رينكتون. هذيك تيم فعلا نجحوا دلوقتي في التيم فايت، زي ما قلت لك عندهم الفرصه ان هم يعملوا ده، عندهم الفرصه ان هم لو قدروا ان هم يعملوا الاكسكيوشن بتاعتهم بنجاح في التيم فايت، هيقدروا فعلا ان هم يوصلوا نفسهم في ان هم يعملوا كامباك للجيم ده. ولسه الوضع مش مستحيل، فوكس جيمنج بالبي ام وبالادفانتج اللي معاهم لسه ستيل في فرصه، في فرصه. وادي مراي بيمس الهيكس فلاش، محدش خد باله منها دي، بس everyone saw it، everyone saw it يا مراي، everyone saw it خلاص. صراحه ميراي لازم يحترم شوية المنافس، يحاول يعمل انجيج بطريقة خليني نقول انجيج ممكن على شريت ورجع على ريكتون. دبليو من بروم كذلك الالتيميت رينكتون. رينكتون لو اتش بي ممكن يندم على الاوفر ستينج في التوب لين، يضطر العودة الى البيز. ولكن شوف اكاشي يعمل في ضغط كبير في الميد لين، ومعاه سينيو في التاور الثاني بالبوت لين، وكذلك بروكسيس ميراي وناروكيا بالانيبيتر تاور من التوب لين. بريشر كبيره من عناصر فريق فوكس جيمنج كلاب، ولكن اعتقد مورغان ضيعوا لانفسهم وقت البارن باف فايت الفارد. ضيعوا وقت كبير فوكس جيمنج، ويمكن ممكن هم كمان يدفعوا دلوقتي يندموا على ان هم بيطولوا في الجيم، لان السكيلينج شفنا الدمج من عند دانت دلوقتي كان ب 50% كريت، والانفنتي اتش بلاش سليفر سميره ابتدى يشرد، ابتدى يشرد وتقريبا بيطلع دمج على كل اللي معاهم في التيم ما عدا سينيو. هو بالنسبه له البيج بوس اللي ما يقدرش عليه يعمل له شريد او يطلع عليه دمج عالي. ستيل لازم ترسبكت الدمج اللي هيكون موجود مع سميره دلوقتي، ولازم ترسبكت الدمج اللي مع دانتي والفيرست بالكونكرر. يب بوكس بينج لازم يقفلوا الجيم في اسرع وقت. صراحة ما يهمش، اعتقد انه تيم فايت تكون اذا تلعب بطريقة صحيحة تيم فايت تكون من صالح فوكس جيمنج كلاب من دون اي شك. يعني شوف شوف الايتمز عنده، ست فيت عنده ليتش بين الزونيا زرودو فيجز و24 ستاك على هذه الميدجايز، كذلك بروكسيوس بالانفينيتي ايج بليد اوف رونتينج الرونانز ومعهم الزيل. ممكن يتجه الى الفانتوم دانسر كسكند اتاك سبيد او كريت ايتم. مجال اخرى سميرة ما زالت عندها الا اثنين ايتمز، انفينيتي ايج والفانتوم دانسر. ممكن مش تاخذ الديث دانس، ولكن تحتاج اكثر وقت، تحتاج اكثر جولد. كذلك لوشن مازال على اثنين ايتمز، اسنس ريفر وبليد اوف ذا روند كينج. شوف الفرق في الجولد بين الاي دي سيز 15000 مقارنه ب 9700، كذلك في الميد لين 13800 من اكاشي مقارنه 9400 من جانب لوشن. صراحة فريق فوكس جيمنج مازال ما خسر حتى شيء في هذه المباراة، مازال ما صارش الثرو الكبير
ما زال ممكن يربح الفايت القادمة بكل سهولة. ممكن كذلك ينتظروا البارن القادم يا مورغان أو ينتظروا الإلدر دراجون في نهاية المباراة. ولكن أنا نعرف فوكس جيمينج، نعرف هذا الفريق المغربي، أعتقد أنه سيحاول ينهي المباراة. فوكس جيمينج دلوقتي لسه معاهم الادفانتج ولسه الجيم ما راحش في اي حته ولسه في ايديهم، والانفيرنال سول معاهم الدمج ومعاهم الوومبو كومبو. هورور دلوقتي على الانجيج الصعب بس ايه؟ دانتي راح فين؟ دانتي راح فين؟ ده السؤال بتاع الحلقه النهارده. والدمج موجود من اكاشي في الانفيرنال سول، لسه بقول لك هيصحوهم في ثانيه واحده. والدمج من بروكشس والدبل كيل راتكو والراتاتا والدمج ودياب لحد دلوقتي ثانيه واحده بس اختفى دانتي، اختفى يعني. شوف دانتي يخبر عليه. سؤال الحلقة النهاردة في الاي اس اي، دانتي راح فين؟ هاشتاج وير از دانتي. اللي يعرف الإجابة يربح سكين من اي ستور من السلايسينج. صراحة دامج موجود من عند اكشن. احكي لك يعني 24 ستاك في الميجايز، رودوفيج، سونيا، ديتش بين، دامج عالي جدا من تويستد فيت. سميرة ما كانش عنده ردة فعل كافية انه يستعمل W والجي جي والبليد. الفريق فوكس جيمنج كلاب صراحة مباراة مقنعة واكثر من مقنعة. ايرلي جيم بروكتيف جدا، وبروكسيوس كان في الموعد وعنده دامج عالي جدا في تيم فايت هو اكاشي. صراحة كل عناصر فريق فوكس جيمنج قاموا بالواجب من الايرلي جيم للليت جيم. لحد الوقت ما عنديش فكرة دانتي فين، والدامج والزوم ان مجرد ما الجولدن كارد والكيو على طول. بس يعني دانتي انا صراحة مش هتكلم كتير عن الموضوع، الكلام للانالز ديسك اكتر. خلينا نروح للانالز ديسك يمكن هم يقولولنا دانتي فين. يعطيك العافية مورغان، يعطيك العافية يا سموث. صراحة الجيم يعني ما ادري ايش اقول، كان جدا جدا وان سايد لصالح فريق فوكس جيمينج. بروكسيوس مع تويتش وكاشي على توست فيت، الشباب ادوا اداء يعني مو طبيعي، والون شوت كانت تيجي يمين ويسار، والشباب لعبوها ممكن بالبداية ضعيف شوي ما ضبطوها، بس بالاخير الشباب ما شاء الله عليهم يعني اخذوا الجيم بالكامل. ودنا ناخذ رايك، نبدا معاك يا سنو، ايش رايك بفريق فوكس جيمينج وكيف الاداء حقهم؟ فوكس جيمينج طبعا لعبوا بيرفكت، بس لو هتبص على الاخطاء اللي عملوها فاتيج، يعني انت كنت بتبوش بوت، يعني انا شايف في مشكله في الفيجن، وانت جنجيت مرتين. يعني لو خدت بالك في الايرلي جيم انت بتبوش ليه؟ يعني الجنجيت مره والجنجيت اللي بعديها قبل ما تويتش يبقى فيد والكلام ده كله، وبعد كده في التوب برضو السولو كيلز شن قتلك، اوكي رينيكتن قتلك مره، خلاص بتفايتو يعني تجنب، انت مش محتاج الحاجات دي. لان فاتيج في فايتين لعبوها يعني كانوا كويسين فيها، كان في فرصه، بس الاخطاء دي بتاعت الايرلي جيم يعني اللي هو ايه، انت بتخليهم فار اهيد ان انا يبقى ليا اي فرصه ان العب. واخد بالك الموضوع عامل ازاي؟ هنا عاش لوشين جاب تويستد فيت، واخد بالك ليهم فرص، بس ابعد عن الاخطاء زي ما انا قلت، ابعد عن السولو كيل، ابعد عن اللينفيز، اخطاء اللينفيز اللي هي حصلت في البوت لين. وبرده بعد سميره كان لوحده تويتش ظهر وقام قتله. ليه ما انت عارف ان تويتش بيختفي، ما انت عارف يعني ان هو لو طلع اهو بص، واخد بالك؟ فيعني ابعد على الحاجات دي، بتبوش ليه ومعكش ديب فيجن؟ بتبوش ليه؟ هل انت هتستعمل الجنجايه؟ انت عارف ان تويستد فيت هيدوس اور هيبقى عندك، بتبوش ليه في البوت لين؟ بتديهم دبل كيلز مرتين، اربع كيلات في اول الجيم ليه؟ رينيكتن اديت كيلتين ليه؟ واخد بالك؟ فلو الاخطاء دي قلت انا شايف ان يعني دي بوت اب ا جود جيم، يعني كان ممكن يقدروا يعني نفسه شويه، بس هي الاخطاء بتاعت اللين فيس دي هي اللي بوظت الدنيا شويه، لان هم عملوا بتاع تلات اربع فايتات كانت كويسه ويمكن كان يبقى ليهم فرصه، فاهم؟ بس لو عملت لهم فيد فخلاص هم اهيد قوي. الفرق بالمستوى كان جدا كبير، لكن ودي نتكلم اكثر التسليك على موضوع ليليا من فريق ليليا. اداؤه كان صراحه جدا ممتاز، وحاول قد ما يقدر انه يمسك الفريق بالارلي جيم وحتى بالميد جيم، بس للاسف ما حالف الحظ. فودي نتكلم اكثر عن اداؤه. والله ليليا صدق انه بدا، يعني عشان نكون واضحين، هو اكثر لاعب حاول وقدر يعني يلعب لعب جدا ممتاز في من ناحيه فريق فتيك، لان صدق يعني حتى السولو كل على ست تحت التاور على ميراي تحت التاور حقه، هذا شيء يعتبر جدا كبير ترى. فشفنا اكثر له في التيم فايتات بالالتي حقته، قدرت انها تقلب فايت كامل عند الانهبيتر بسبب انه قدر يجيب الالتي في المكان الصحيح. اللاعب هذا يعني والله انه حاول المسكين، يعني والله العظيم اني حزين عليه، حاول بكل ما يقدر. لكن المشكلة عند فوكس انه كان عندهم تويتش ركان في التيم،
يا اخي تويتسرا كان لعبوها صح حتى في الرومينج ما شاء الله. يعني تويتس كان يروح السلث يروح يستوي روم من المد على طول راكان يلحقها باي دبليو وخلاص على طول روم ورا روم ورا روم، وفي نفس الوقت تويستد فيت على طول يروح البوت يفيدهم اكثر. فتويتس تمركزوا حوله بشكل مره حلو لدرجه انه صار فد بشكل ما حد يقدر عليه خلاص. يعني صار هو الوين كونديشن، حتى لو ليليا سوى اللي يبغى ما خلاص تويتس في التيم فايت بمجرد ما جاب البليد اوف ذا رون كينج والهوريكين انت خلاص انتهى الجيم عندك. تويتس كان مره اهد فما كان لهم اي فرصه من بعد ما تويتس وصل هذه الحاله، لكن ليليا والله بدع. يعني رغم الظروف ليليا بدع، انا الصراحه احترام ريسبكت لليليا. يعني انت حط ببالك انه حتى لو الفريق يعني كان مره بيهايند لانه باقي ليليا سوى اداء كويس، جدا صعب انك تشوف جنجلر يقدر يمسك نفسه حتى يعني لو الفريق حقه كان بيهايند. هو حاول انه يسوي بلايز، حاول انه يساعد اللينات شوي، بس مره ما كان عنده فرصه انه يعني يضبطها صح. بس فعلا جدا ما قصر، وانا متاكد انه الفريق كله ان شاء الله راح يتحسن ادائهم في المباريات القادمه. لكن ممكن نتكلم شويه تاستيك على موضوع الاشياء اللي ممكن يصلحونها فريق فتيك بغض النظر عن الجنجل، الليننج فيت حقهم، التيم فايت كومبوزيشن حقهم. صحيح والله من ناحيه فتيك والله هذه نقطه مره كويسه، لانه لو نشوف هنا ترى اختيار التشامبينات ترى جدا جدا مهم. اختيار التشامبينات يشكل حول يمكن 70-80% من انك تفوز انت الجيم، لان مهما كان اللاعب اللي قدامك حتى لو كان هو احسن منك بمراحل، بمجرد ما تاخذ التشامبيون انت مرتاح لو تعرف ايش وضعه وتعرف ايش قوته، ليش هو التشامبيون قوي وكيف تقدر تطبق قوته في الجيم حقك، انت هنا ممكن يعني تصير افضل من لاعب اعلى منك رانك مراحل، بس مجرد انك ما تعرف تطبق قوه التشامبيون اللي عندك. فلما تختار تشامبيون ما له اي قوه للتيم، انت قاعد تختار تشامبيون بس قوته في اللين، خارج اللين هذا التشامبيون تقريبا يوزلس، انت كذا قاعد تمسك تيمك وراء. فاذا تعود انهم يختارون بكات تساعد التيم زياده، تحط ماب بريشر تفيد التيم بشكل من الاشكال، هذا الشيء بيحسن كثير من اداء فتيك، لان شفناهم في كم تيم فايت قدروا سبحان الله يقلبون التيم فايت. فبمجرد ما يحسنون بس اختيارهم للتشامبيونات وكيف يشتغلون على هذا الشيء، اتوقع انهم يعني راح يتحسنون بشكل ملحوظ. فعلا الدرافت حقهم كان مو من صالحهم ابدا، وما كان اداهم كويس فيه. لو حاول يحسنوا النقطه هذه انا متاكد انهم بيأدون اداء افضل. الله يعطيكم العافيه شباب. الان راح ندخل على طول على الجيم الرابع بين فريق ديفاين بنديتا وفريق اي جي زي اي سبورتس. مباراه جدا حماسيه وكلهم ما كانوا مؤدين اداء بيرفكت في المباريات الماضيه، وشوي كان عندهم فوزات وخسارات، فودنا نشوف ايش اللي ممكن يقدمونه ضد بعض لاول مره في الموسم الثاني من بطوله كاس العرب. بريك بسيط ونرجع لكم على طول.